فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مفهوم حديث إن المسلم لا ينجس أن الكافر ينجس؟ لا، لا يفهم منه ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المؤمن، لأن الواقعة في مؤمن، واقعة في مؤمن وهو أبو هريرة، والإنسان طاهر سواء كان كافرا أو مسلما، بدنه طاهر. نعم، يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، هذا عام، حملناهم في البر والبحر، ويقول: ثم أماته فأقبره، هذا عام في المسلم والكافر، فالإنسان له حرمة ولو كان كافرا. نعم.